السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا مشاهدي مطبخ لايف، أهلا بكم في يوم جديد، يوم سعيد عليكم وعلينا إن شاء الله. استكمالا بقى للي احنا قلناه، إن احنا ابتدينا هعمل معاكم الحلقة الفطاري والحلقة الصيامي، واستعدادا برضو لرمضان، إن احنا نخش كده إيه خفاف خفاف على رمضان. أنا استعداداتي صراحة في رمضان زي ما قلت لكم مختلفة تماما، مش تجهيزات قد ما هي إن أنا بحاول أخفف علشان أخش على رمضان وأنا مستعدياله بالصيام، وان الجسم يبقى مرتاح من الاكل والشرب، مش فجاه باكل 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 وبعدين اخش بقى على صيام ويحصل الاجهاد والتعب اللي احنا بنعمله. واحده واحده هنعرف مع بعض لحد ما نوصل لرمضان. كل سنه وانتم طيبين ودايما بخير يا رب. تعالوا نبتدي نشوف المنيو بتاعنا النهارده زي ما وعدتكم. النهارده اليوم الصيامي بتاعنا تمام، واللي هو الفيجيتيريان، اللي هو ينفع ناكله وينفع نستعد بيه زي ما قلت لكم لرمضان. معانا النهارده المجدره، نشوف المنيو بتاعنا النهارده. معانا المجدرة الشامي، في مجدرة فلسطيني وفي مجدرة سوري ولبناني، بس أنا اخترت الشامي اللي هي يعني الشوام عموما. دايما يقولك الإيه المجدرة مقدرة، يعني حاجة لها تقدير لها قيمة. يعني هي مكوناتها حاجات بسيطة جدا. الحاجة التانية معانا، احنا دخلنا في المقادير على طول، المنيو التاني معانا هقول بس المنيو على بعضه وبعدين اخش في المقادير. ومعايا كفتة صيامي برضو من العدس بجبة، هنشوف ازاي الكفتة اللي مش كفتة واللي مش لحمة، وفتة الفتوش اللي بالعيش عشان تكمل الأكلة بتاعتي النهاردة، وهنشوف الوجبة بتاعتنا زي ما احنا متعودين الكاملة المتكاملة. تعالوا بقى نشوف مقادير المجدرة عشان هي دي هتاخد مننا وقت شوية ونبتدي بيها. 2 كوب عدس بجبة، 3 كوب برغل خشن يا جماعة خشن، بصل كمون، والبصل عشان هنحمره، وزيت للتحمير وللطبخ يعني، وملح وفلفل، بس كده مفيش اكتر من كده. تعالوا بقى نشوف مع بعض كده المقادير بتاعتنا مظبوطه عامله ازاي، ونشوف هنبتدي ونعمل ايه. يلا بينا. انا علشان الوقت حطيت ميه بتغلي معايا علشان اسلق فيها العدس بتاعي، لازم هسلقه، انا مش هطبخه مع البرغل. هنشوف الخطوات، اهم حاجه الخطوات علشان الحاجه تطلع معايا مظبوطه. يلا بينا. انا معايا ميه بتغلي هنا على النار كده، بحط فيها زي ما احنا متعودين شويه ملح بس بسيط، لان انا اوريدي بعد كده هطبخه وهعمله معايا. ادي اهو العدس بجبه، البرغل انا بس ما نقعتوش يا جماعه، انا بس غسلته وصفيته. العدس مش محتاجه ان انا انقعه، عايزه تنقعيه مفيش مشكله، بس انا هنزله في الميه بتاعتي على طول. وده البصل هنشوف دلوقتي هنعمله ازاي، هنشتغل في الاكله كلها مع بعض عشان تطلع كلها مره واحده مع بعض. خلاص، حط سنه كمون عشان احنا عارفين ان البقوليات دايما بتحب الكمون علشان الغازات والحاجات بتاعتنا دي. يلا كده اهو، خلاص المفروض ان انا هسيبه لحد لما يستوي ثلاث ارباع سوا، ثلاث ارباع سوا، لان البرغل زي ما احنا عارفين مش هياخد وقت في التسويه. طب حد هيقول لي الميه كتير؟ لا، الميه مش كتير، ولو هي كتير انا لازم احط ميه كتير كده، لو هي كتير بشيل منها حبه وانزل بالبرغل عليها، برضو زي ما احنا هنشوف كل الخطوات معاكم واحده واحده. ولو احتاج ازود بقى من الميه، لان دي اللي انا هكمل فيها تسويه. شايفين البصل بتاعنا عامل ازاي؟ هي بيتحط لها بصل كده، هي شبيهه بالكشري على فكره، ناقصها المكرونه والرز بس، دي اخف كتير. شايفين؟ هنشوف دلوقتي احنا عملناه مع بعض ازاي وهنعمله مع بعض. دي خليها كده على جنب دلوقتي. انا حطيت معاكم العدس هيتسلق لحد ايه ما نشوف هنعمل ايه بقى في البصل بتاعنا. تعالوا كده، ادي الزيت بتاعي اهو، واحط الحلة دي هحط فيها شوية زيت من مكان البصل بتاعي كده. ظبط النار بتاعتي، انا مش عايزة البصل تبقى النار عليه عالية قوي علشان اول ما احطه هياخد لون على طول، على بال ما يكمل تسوية من جوه يكون اتحرق. لا، انا عايزة الدرجة تبقى هادية شوية، وهتشوفوا ما تقلقوش مش هتشرب زيت ولا اي حاجة خالص. تعالوا كده، انا معايا البصل بتاعي عادي خالص اهو، هقطعها بس نصين كده. ليه هعمله في المكنه؟ علشان انا عايزه، يعني عندك سكينه حاميه قوي، ايه اللي بيخلينا ندمع والعصاره بتاعه البصل تطلع؟ ان السكينه بتاعتي تبقى تلمع. انا عايزه السكينه بتاعتي تبقى حاميه، او هعملها هنا كده في دي عشان تديني يبقى كله رفع واحد كده اهو. خلي بالنا من ايدينا، مش لازم الحته الاخيره دي اهو، اشيل بس الحته دي كده اللي تحت علشان يفك كله من بعضه اهو.
انا اوريدي محمره، مش هحط عليه ولا ملح ولا دقيق ولا نشا ولا اي حاجه خالص. اهو هتشوفوا معانا واحده واحده. خلاص كفايه كده، نشيلهم دول ما نرمهمش. اهو اهو بحط كميه، ما تقلقيش خالص، بفككه كده من بعضه كده اهو، شايفين من غير اي حاجه خالص. الزيت بتاعي سخن، هرجعه تاني على النار اهو. البصل ده بقى ينفع اعمله واشيله في الفريزر لرز سمك، لاي حاجه، عامله كشري، عامله اي حاجه بقى، البرياني والكبسه والحاجات دي، كل ده بيحتاج البصل المكرمل ده او البصل المحمر اهو، شايفين من غير اي حاجه. هنزل في الزيت يدوب بس كده، انا عايزه بس الطشه البسيطه دي اهو كده، افككه بس من بعضه كده في الزيت. الميزه بقى او الحركه التكه اللي فيه ان انا لازم كل شويه اجيب اللي على الحراف على جوه، اقعد اقلب فيه كده تمام عشان يطلع كله لون واحد. خلاص انا اشيل البصله دي. عرفتوا الفكره في ايه؟ ان انا المكنه بتاعتي اعمل فيها اللي هي بتاعت الشيبسي، اي مكنه عندك، او السكينه بتاعتي تبقى حاميه قوي علشان ما ينزلش عصاره، والعصاره دي هي اللي بتعمل لي الحرقان اللي احنا والدموع بقى، ونقعد نعيط ونتضايق بقى من الموضوع ده. باخد شويه من البصل وهو لسه بيتحمر. خلاص تعالوا هنا نشتغل هنا كده، احط اخد بس حبه زيت من هنا بس بمعلقه بقى كده، هاخد حبه زيت من بتاع البصل، وممكن بعد ما اخلص كمان اخد واكمل بيه، بس انا عايزه حبه عشان الوقت، ممكن اعملها كلها في حله واحده. الحله اللي هحمر فيها البصل هي الحله هشيل منها، وهي اللي اعمل فيها اسلق فيها الرز العدس بتاعي، او اسلق العدس في حاجه، وانزل هنا بالبرغل بتاعي يتشوح معايا في الزيت كده. شوفوا الكميه بتزيد ازاي، حلوه قوي كده اهو، واقلبهم مع بعض. تعالوا ننظف المكان هنا. انا ليه بعمل الحركه دي؟ علشان يبقى مفرفل كده من بعضه، مفلفل من بعضه وما يعجنش، لان هو ما بياخدش سوى خالص. الفلسطينيين والشوام مشهورين قوي بياكلوا البرغل زي الرز او بديل للرز يعني، وطبعا احنا ده عارفين ان هو قيمة غذائية عالية جدا، هو من منتجات القمح، مفيد جدا، وتغيير عن الرز والمكرونة زي ما احنا دايما متعودين. ونبعد كمان عن ان هو بقى يبقى كشري زي ما انتوا فاهمين، يعني كشري رز والعدس وكده، لكن احنا هنعمله بالفريك ده، جربوه هيعجبكم قوي. احنا طبعا بنكلم اخواننا بقى المسيحيين اللي صايمين، وادي الحلقات بتاعتنا زي ما انا وعدتكم، الاكل الصيامي موفر واقتصادي كمان في نفس الوقت، ومريح للمعده، يعني هو مريح على الجيب ومريح كمان على المعده. اوكي كده نشيل السكينه. انا بعمل ايه؟ بقعد اقلب كده فيه، واحنا هنشوفه هيطلع معانا، مش مستعجلين على حاجه، احنا اوريدي مجهزين ومستنيين العدس بتاعي يستوي، وبحمر بشوح البرغل بتاعي كده. مش هحط اي بهارات دلوقتي خالص، لما اجمع الاكله على بعضها كده اهو. هيبتدي يغلي معايا 10 دقايق بس اهو. انا شغاله معاكم واحده واحده، علشان اللي بيحطوا بصل وبيحطوا ملح على البصل عشان يتحمر، او دقيق او كده، بيغير الطعم. انا عايزه السكر بتاع البصل نفسه، ولما اكل البصل احس بطعمه هو، مش طعم دقيق ولا طعم نشا او اي حاجه من دي. السكينه حاميه، الرفع كله واحد، فتديني زي ما بقول لكم هيطلع كله زي ما احنا شايفينه في الطبق بتاعنا كده. خلاص ادي الكمون بتاعي. تيجوا نخش في مقادير الكفته عشان هتاخد برضو مننا وقت على بال ما نجمع طبقنا الاول، ولا ايه رايكم؟ يلا بينا. اوكي
يلا بينا نقول مقادير الكفته بتاعتنا عشان برضو ايه نجهز الاكل بتاعنا كله مع بعض ونحمر مع بعض. كفته العدس الصيامي كوب عدس منقوع، حبه بطاطس مسلوقه، 2 معلقه برغل كبيره، 2 معلقه كبيره بصل مفروم، بهارات كفته وكزبره خضراء، ملح وفلفل مش اكتر من كده. وده شكلها اهو، انا مجهزاها طبعا عشان برضو نشتغل فيها مع بعض وهنشوف الايه. يلا نصور، يلا كده خلاص تمام اوكي مفيش مشكله. طيب يلا هنطلع فاصل صغير، اوعوا تروحوا في اي حته، منتظراكم، مش هعمل اي حاجه غير لما ترجعوا لي فاصل ويرجعوا لي على طول. ورجعنا لكم بعد الفاصل، انا ما عملتش اي حاجه عشان تشوفوا كل الخطوات معانا واحده واحده. شايفين البصل ابتدى خلاص ياخد لون بسيط، انا النهارده مستخدمه بصل ابيض عشان عايزه لونه يبقى فاتح شويه وبيبقى ظريف وحلو برده في التحمير، مفيش مشكله خالص. عكس دايما ما بقول لكم ان انا بطلع اي حاجه مقليه على المصفى علشان ما تشربش الزيت، لكن لا، البصل بالزيت هطلعه على مناديل علشان المنديل يشد لي كل الزيوت اللي موجوده في البصل بتاعي ويبقى ناشف. تمام، انا عايزاه يشد لي تعالوا نحط الطبق كده اهو، مجهزاه جنبي بقى خلاص عشان احنا في مرحله خطر جدا دلوقتي، في لحظه كده ممكن يحمر بقى وخلاص. لاحظوا ان هو كده انا لو شلته على فكره هيبقى برده بيكمل سوا بره النار، وفي نفس الوقت لو شلته برده باللون ده هينشف وهيبقى متحمر. خلاص شايفين كله مع بعضه درجه واحده اهو كده اهو، اقلبه بقى كده في بعضه يكمل ايه تحميره ويبقى جميل جدا اهو. شايفين ما خدش مننا وقت، يلا اهو كفايه قوي كده، لان هو هيغمق بعد ما يطلع شويه لسه السخونيه بتاعته والزيت، لو طلعته اغمق من كده هيبقى اغمق من الدرجه اللي انا محتاجاها اهو. اصفي كويس، انزل كده اهو، يبقى المنديل مهم قوي علشان يشد لي بقيه الزيوت اللي موجوده. احلى ريحه ريحه البصل والثوم يا جماعه بجد، يعني لا غنى عنهم في اي اكل. اهو كده خلاص، ادي البصل اهو، بصوا من دلوقتي خلاص اهو، سامعين اهو، بصوا هو قرمش خلاص وزي الفل كده. هنخليهم كده جنب بعض لما نيجي نجمع الطبق بتاعنا، وشوحنا الفريك بتاعنا كده، البرغل قصدي بتاعنا، هو والفريك والبرغل واحد كده. نشيل النار دي شويه، يلا نشوف ده بس كده، لا لسه شويه، انا اختبرها كده، عايزاها تلات ارباع سوا، سنه بس بسيطه يعني، فاضل سنه بسيطه على بال ما نجمع حاجه الكفته بتاعتنا. يلا بينا. شايفين الكفته بقى بتاعتنا اللي مش كفته واللي ما فيهاش لحمه وبس فيها بروتين نباتي، احنا عارفين ان العدس الجبه بروتين نباتي وهنتكلم على الفايده بتاعته هو والبرغل بس لما نخلص الايه الوجبه بتاعتنا. معاها انا ده العدس اهو، وبعد ما بنقعه لازم انقعه مش اقل من 4-5 ساعات، لان انا مش هسلقه، انا هستخدمه هفرمه وهو كده منقوع، بس مش يعني مش هسلق لان السلق هيديني نتيجه مش حلوه، لا انا اعتبره زي اللحمه المفرومه، اللحمه احنا مش بنسويها، احنا بنفرمها وبعدين بنبتدي نحمر الكفته بتاعتنا. هي بتبقى شبيهه شويه لكفته الرز، تمام، وممكن نحطها في صلصه على فكره، بس احنا حابين ناكلها كده. ومعايا معلقتين برغل، ادي البطاطس بتاعتي وادي البصلايه وفص الثوم وبهارات الكفته بقى علشان تديني الريحه بتاعه الكفته، وخضره زي ما احنا شفنا. تعالوا بقى ناخد على الكبه كده بتاعتنا، اهم حاجه بقى اهو، لو الكبة بتاعتي صغيرة ممكن أحط إيه حبة حبة على مراحل كده، صفيه كويس من المية، بلاش مية خالص كده، علشان الكبة بتاعتي صغيرة هاخد، وأدي البطاطس كده وأدي البصل، كله مع بعضه زي كفتة الرز يا جماعة. خلاص ادي البهارات مش هاخدها بقى كلها، وراعي الملح والفلفل، ان انا حاطه ان البهارات بتاعتي فيها نسبه ملح وفيها يعني تظبيطه، هي متظبطه طبعا يعني. ادي البرغل مش هاخده برده كله، البقسماط بقى معايا علشان لو انا حسيت انها فكه شويه اربط بيه، لكن هو مش الاساسي. خلاص وادي شويه الخضره، بقدونس وكزبره، هي بصوا بالظبط عامله زي
كفتة الرز. ممكن نعمل بقى بأنواع تانية، وهنعمل معاكم واحدة واحدة إن شاء الله أنواع تانية من الكفتة كده. تعالوا كده نشيل كده، نقلب شوية، نجيب معلقة. أنا عايزة أشيل ده بقى من على النار، لأن أنا حاسة إن هو، تعالوا عايزين نقل نحط الكفته مع بعض عشان تتحمر معانا ونكسب وقت معاكم شويه. زي ما انتم شايفين هنصبحها وهنشوفها، بس هي لازم ترتاح بعد ما عجنها وتدخل الثلاجه، وكمان لازم بعد ما صبحها برضو تدخل الثلاجه كده اهو. يلا نسيبها تتحمر على بال ما نرجع لها. بفضل بقى اضرب فيها واقلب كده. تعالوا نحط الملح والفلفل وندوق يا جماعه ونظبط. وممكن اعمل تيست زي ما احنا عارفين ومتعودين ان انا دايما بعمل تيست علشان ما تبصي مني الطبخه بتاعتي كده. وادي رشه الفلفل، واحده واحده اهو، مش صعبه خالص. يلا بفضل اضرب بقى فيها زي ما قلت لك. لو حسيتي ان هي طريه شويه، البطاطسايه مثلا جت كبيره، البصلايه جت كبيره، بحط بقسماط. نقلب. هي دي بس الشغلانه الوحيده اللي هي بتاخد مننا وقت شويه. تعالوا بنحط معلقه زيت بس تمشي لي المكنه بتاعتي، لان احنا عارفين ان لازم دهون حتى في الكفته لازم بيبقى فيها نسبه دهون، بس في نفس الوقت دي ما فيهاش الياف زي اللحوم. يلا لفه واحده بس وخلاص، ما نستعجلش، لازم كلها تلف في بعضها. بس كده خلاص، انا شايفة هي كده تمام وزي الفل. تعالوا بقى بينا كده نجيب طبقه اوريها لكم. بدهن بس برضو نقطه زيت، بس نشيل مكاننا كده، ننظف مكاننا ده عشان يبقى شكل كل حاجه حلو كده. ايوه اهو الكفته بتتحمر معايا زي الفل اهو، شايفين؟ طيب انا حاسه شايفين انها طريه شويه اهو، اجي احط بقى شويه بقسماط ده في ايديا دلوقتي والفها كده. طب انا ليه لازم ادخلها الثلاجه؟ عشان البقسماط والحاجات اللي انا حطيتها دي تتداخل وتمسك في بعضها. ممكن افضل احط بقسماط دلوقتي وهي خلاص عشان سخنه بس، فهتقعد تاخد مني بقسماط كتير وتبوظ، اكل عيش في الاخر. لكن انا هدخلها ممكن الثلاجه وبعدين اطلعها اشوفها بقى، لو هي مش محتاجه حاجه خلاص ببتدي ابل ايدي زيت. بس انا هوريكم اهو، خلاص هي بتلم اهي معايا كده في ايديا علشان ما ارجعش ابوظ حاجه. جربوها حلوه قوي. فاكرين كفته البتنجان؟ هنعمل كفته البطاطس والكوسه، هنعمل حاجات حلوه قوي مع بعض. بدهن هنا دهنه زيت كده. كفته الرز لما بنعملها برضو لازم ندخلها الثلاجه يا جماعه، عشان بتبقى من الفرم الحاجه بتاعتي بتبقى سخنه اهو، بس في نفس الوقت اهي شايفين اهي، لو سبتها بقى شويه بتبقى عامله زي الكفته دي بالظبط كده اهو. شايفين الفرق؟ دي قعدت علشان قعدت في التلاجة اهي، شايفين الكاميرا جايباها معايا؟ ايوه ايوه كده. ودي لسه شايفين طريه شويه، بس هي خلاص مش عايزه حاجه تانية، هي هتمسك في بعضها اهي. تعالوا كده اهو، بعمل بقى كده
واصبحها، وزي ما قلت لكم ندخلها التلاجة ترتاح، وبعد ما اصبحها برضو ادخلها التلاجة ترتاح. طيب احنا هنعمل التيست امتى؟ ممكن اخد حتة واحمرها واشوف بقى الملح والبهارات بتاعتي عامله ايه، علشان ما اعملش الكميه كلها واكتشف ان هي عايزه ملح، عايزه بهارات، الطعم مش مظبوط. دي بتوفر عليا حاجات كتيره جدا. كتير يرجعوا مثلا بعد ما يعملوا البانيه او الكفته تقول ايه ده، انا مش مملحه او ما فيهاش ملح، في حاجات بعد ما اتحمرت. طب انا هعمل ايه؟ في تصريفات هنبقى نعملها مع بعض، بس موضوع التيست ده بيبقى حلو قوي. تتبيله قبل ما احطها على حاجه ادوقها واشوف طعمها اهو. شايفين لفت برضو معايا، مفيش اي حاجة، معلقة الزيت خليتها ايه تمسك كده وتلف معايا من غير تلزيق كده اهو. عشان كده انا مجهزة لكم، اختصر عليكم خطوة ان انا احط في التلاجة وتستنوا بقى لما تمسك والكلام ده كله. خلاص نرجع بقى دي زي ما كانت كده اهي، هسيبها لكم بقى هنا ايه تشوفوها كده معانا، ونشيل ده ونكمل بقى ايه الاكلة بتاعتنا الاولانية المجدر. يلا بينا. بتتحمر الكفتة معايا اهي، شايفين بالراحة خالص عليها علشان تستوي، النار برضو ما تبقاش عالية اهي، شايفين اهي تمام، عاملة زي كفتة الرز بالظبط. جات معانا كده شباب؟ جات معانا تمام. هسيبها بقى تتحمر براحتها خالص عشان تستوي جوه وبره، واجي بقى للمجدرة المقدرة بتاعتنا الجميلة دي. يلا بينا. انا زي ما قلت لكم هعمل ايه، لازم اخد من الميه دي علشان لو انا ما احتجتهاش كلها، في ايدي ان انا ازود وفي ايدي ان انا اشيل، لكن بعد ما احط خلاص مش هعرف، الحاجه هتبوظ وتعجن مني فمش هعرف. فمن دلوقتي اشيل نسبه من الميه دي، ولو احتجتها احطها كده. انا شايفه ان كده يعني اشيل شويه كمان بس كده، وابتدي بقى انزل بالبرغل بتاعي كده، يكملوا بقى سوا مع بعض. ملاحظين مفيش غير هما بس معلقتين الزيت اللي انا حطيتهم. المفروض ان هما بيعملوا ايه بقى كمان، بيجيبوا برضو شويه بصل تمام، و في شوية زيت زيتون، وينزلوا بيهم عليه كده يستوي معي. تعالوا نحطهم كلهم، بيبقى طعمه تحفة جدا. وهحط بس حبة زيت بسيط علشان ما يعجنش معايا بس كده. تعالوا بقى نحط الملح بتاعنا ونزود سنة الايه، نشغل النار بقى. اكلات يا جماعه حلوه قوي والله، واقتصاديه وما فيهاش اي مشكله خالص. انا مش محتاجه، شايفين انا مش محتاجه الميه خالص، انا محتاجه بس ان هي، تعالوا ناخد شويه من العدس ده معانا نكمل بيها. عشان حاسه ان هو قليل قوي على ال، خلاص وده منقوع ما تقلقوش خالص، هيستووا مع بعض كده. هسيبها شويه مكشوفه وبعدين ابتدي ان انا اغطيها. تعالوا بقى نشيل حاجتنا دي. طيب احنا عايزين نطلع فاصل، هكون انا بقى لميت الحاجات بتاعتي ونرجع نظبط معاه بعض الاكلات. فاصل وراجعين على طول، اوعوا تروحوا في اي حته، منتظراكم. ورجعنا لكم بعد الفاصل. انا روقت بس مكاني وحطينا كفته تانية عشان تتحمر معانا، وزي ما انتم شايفين انا مواربه كده الغطا بتاعي علشان الاكله مش هتاخد تسويه قوي ومش محتاجه ان انا اكمرها قوي، وعشان نطلع الاطباق بتاعتنا مع بعض. تعالوا بقى نعمل مع بعض السلطه الجميله بتاعتنا النهارده اللي هتطري معانا مع الكفته ومع المجدره، اللي هنعمل الفتوش والعيش اللي احنا عملناه الاسبوع اللي فات او يوم الاثنين اللي فات، حمصته اهو تمام وجاهز معايا. زي ما قلت لكم ان احنا الحاجات دي هنحتاجها في رمضان كتير، العيش دايما بنتزنق وبنحتاج للعيش معانا. يلا ننزل بمقادير الفتوش معانا، ايه رايكم؟ يلا معانا سلطه الفتوش. احنا دلوقتي كلنا احنا قاعدين في سوريا النهارده يا جماعه والشام وبلاد الشام، وتحيه كبيره ليهم طبعا من مصر. سلطه فتوش، فلفل الوان، طماطم، خيار، بصل اخضر، بصل احمر، وخس، وخبز محمص، وفجل احمر، وكمان ممكن نحط رمان، حب رمان
الدريسنج بقى الاساسي معاها زيت الزيتون ودبس الرمان، ليمون، ملح وفلفل، نعناع مجفف وربع معلقه سماء. تعرفين هم بيحبوا دايما الليمون والحاجات الحامضه والحاجات المززه شويه، فانا شفت ان الاكله دي هتديني نفس فكره الكشري بتاعنا مع بعض. يلا بينا نرجع بقى ونشوف الفته بتاعتنا. يلا بينا. هي اي خضار على فكره، يعني مش مرتبطه بحاجه معينه. شويه الخضار بتوعي طماطم وخيار وفلفل عادي خالص زي السلطه الخضراء بتاعتنا، زياده عليها بس العيش اللي بيتحط عليها. كمان هما بيعملوها بالبقله اللي هي الرجله دي، مفيده جدا. احنا عارفين ان الرسول عليه الصلاه والسلام اتكلم عليها وقد ايه هي مفيده جدا، بس مش بتبقى متوفره قوي عندنا. يعني ادي اهو الفلفل الالوان، تعالوا نجيب بقى معلقه نحط بيها كده. الكفته معايا بتتحمر، اديها بس تقليبه وانا ماشيه كده. ايوه كده شايفين ما فكتش وماسكه نفسها، حلوه قوي على فكره، تتاكل فطار عشاء غدا. هي زي فكره الطعميه، زي كفته الرز، ما فيش اي مشكله خالص. يعني ادي معايا فلفل الوان اهو، كميه اللي انا عايزاها، حابه اكتر حاجه معينه اسيب حاجه معينه ما فيش مشكله. ادي الخس بتاعي خلاص، وادي بصل احمر وبصل اخضر، واحنا عارفين قد ايه هم مفيدين ومهمين جدا فتره بقى واحنا بنودع الشتاء علشان البرد والكلام ده كله. وادي الطماطم كله متقطع مكعبات زي بعضه، وادي الخيار معايا نعناع اخضر ومعايا نعناع مجفف، هنحطهم بس في الاخر. طبعا احنا عارفين النعناع بيبقى ايه دايما في الاخر. هحط شويه من العيش هنا كده عشان ياخد من الدريسنج اللي احنا هنعمله دلوقتي، وشويه هحطهم على الوش. شايفين العيش اقدر احمصه زي ما قلت لكم، واشيله في الثلاجه، استخدمه في خلال يومين ثلاثه ما فيش اي مشكله خالص. برضو من الحاجات بتاعه تجهيزات رمضان، انا بحب اقطع النعناع كده بايديا كده. خلاص احنا هنعملها وهناكلها على طول. لو مش هتاكليها دلوقتي بستنى احط النعناع في الاخر والدريسنج برضو في الاخر عشان يبقى الخضار بتاعي فريش كده والعيش يبقى بيقرمش. شايفين الاكلات بتاعتنا ما اخدتش وقت خالص. لو انا مجهزه الحاجات يا دوب هقطع الخضار بتاعي واشيله في التلاجة، ساعة التقديم اطلعه ما فيش اي مشكلة خالص. وفي نفس الوقت حاجات خفيفة، ودايما لما اختار الوجبات الوجبة كلها صيامي ما فيش اي حاجة، انا عاملة بزيت، عاملة خضار، عاملة نشويات وبروتين نباتي. حتى الكفتة بتاعتنا عملناها من العدس اللي هو البروتين برضو النباتي. عايزين كمان ننزل بقى وانا بعمل ولا نعمل الدريسنج الاول، ننزل بالقيمه الغذائيه للبرغل والعدس بجبه معانا. تعالوا بقى اجيب بوله اعمل فيها بوله نعمل فيها الدريسنج بتاعنا اللي هو عباره عن ايه، زيت الزيتون. تعرفين هما بيحبوا بقى زيت الزيتون جدا وهو مفيد جدا معانا القيمه الغذائيه. طيب القيمة الغذائية للبرغل له دور كبير طبعا في الوقاية من سرطانات الجهاز الهضمي وسرطان القولون، كمان له دور في تعزيز صحة مرضى السكر. ودي بالمناسبة أنا الأكلات دي احنا عاملينها، أستاذ حسين طلب مننا حاجات لمرضى السكر والضغط، فأدي حاجات أهي بتساعد. ونعرف يعني لما احنا بنعرف القيمة الغذائية بتاعت الحاجة بتساعدنا احنا نعرف ناكل إيه وما ناكلش إيه حسب الأمراض اللي موجودة عندنا، وربنا يشفي الجميع يا رب. وله قدرة على تخفيض الكوليسترول والدهون في الجسم، له دور في تنزيل الوزن، فهو يساعد بشكل كبير في امتلاء المعدة والإحساس بالشبع طبعا لأن هو مليان ألياف. في هنخش بقى في ايه، في العدس. نقولهم بقى مع بعض، يلا بينا. القيمة الغذائية للعدس ان هما الاثنين المحور بتاعنا النهارده في الكفتة وفي الايه وفي المجدرة بتاعتنا. بيعزز صحة القلب طبعا، هو بروتين بس كمان بروتين ما فيهوش دهون. تساعد الالياف الغذائيه اللي في العدس على التقليل من نسبه الكوليسترول، يعني هنا بيقلل الكوليسترول وكمان البرغل بيقلل الكوليسترول، وتقليل من فرصه الاصابه بامراض القلب. العدس بيعتبر غني بالمعادن والفيتامينات والبروتينات، فيعتبر بديل جيد للحوم زي ما احنا عارفين طبعا. يحتوي العدس على السيلينيوم وهو احد المعادن المهمه التي تحارب امراض السرطان. يعني اظن ما فيش افيد من كده ولا احسن من كده. ارجعوا لي بقى علشان نكمل الدريسنج بتاعنا مع بعض، ما بقاش عملت حاجة من غيركم. يلا بينا. احنا بنعمل حاجة، احنا بناكل بنغذي معدتنا وبنغذي عقلنا وبنغذي جسمنا مش المعدة بس يا جماعة. ادي زيت الزيتون اهو، وادي الليمون بتاعي ودبس الرمان
يلا جيب معلقة انزله بيها، مش عايزة انسى الكفتة بتاعتي كده. نحط بقى حسب الكمية اللي عندنا كده، وادي السماق، هما بيحبوا الحاجة مززة شوية. تعالوا نشيل دول كده، تعالوا نشيل الكفتة برضو بالمرة. لا دي اتحمرت كويس قوي. يلا نحط الحبة اللي باقيين علشان نجمع بقى ايه مع بعض الاطباق بتاعتنا. بس خلوا بالكم بقى معايا، العيش احنا بنحمصه ازاي يا جماعة؟ بنحمصه عادي، انا قطعته زي ما انا قلت لكم قبل كده، بقطعه وبدخله الفرن شوية وبيطلع، بحط عليه معلقتين زيت، رشة ملح وفلفل، وخلاص على كده. تمام، ادي كده، والنعناع المجفف اهو برضو بيدي تيست. ده خدت تيست من النعناع الفريش، وكمان التيست بتاع النعناع المجفف. الملح هراعي برضو الليمون اللي انا حطاه، احاول احط ليمون وخل علشان اعادل شويه واقلل شويه من الاملاح بتاعتي، علشان طبعا الضغط والسكر اهو. ادي الدريسنج بتاعي، طبعا يفضل ان انا بجهز دي وبجهز دي وبحطهم ساعه الاكل، لكن احنا هناكل بقى على طول طبعا، فاروح حطاه كده، شايفين؟ بس كده، يلا بينا. تعالوا نجيب الطبق بقى بتاعنا على طول ونغرف السلطه بتاعتنا على طول، لان هي تعتبر خلاص خلصت معايا. اديها بس تقليبه كده كده، تخش كله كده جوه بعضه. الفجل الاحمر انا ما لقيتوش بقى المره دي، فاعذروني، فلكن انتوا يعني حاطين، هما بيحبوا الالوان، يحبوا الالوان كتير تبقى في السلطه. تعالوا بقى كده ننزلها في الطبق بتاعنا، شايفين؟ انا ممكن اكل دي وجبه لوحدها على فكره، فيها النشويات، العيش بتاعي وحبه الخضار بتوعي الحلوين دول، تبقى وجبه كامله متكامله زي ما احنا دايما متعودين. هحط شويه عيش كده عشان يتعرف ان دي سلطة فتوش، مش سلطة عادية، مش سلطة خضراء، مع شوية رمان بقى كده تبقى حلوة جدا. ممكن نحط خضرة تانية على فكرة، ما فيش مشاكل، يعني ممكن مثلا ايه ننوع كده، شوية بقدونس، شوية جزر، يكسروا لنا الالوان الجميلة دي كده كده اهو. ودي سلطة الفتوش معانا النهاردة اللي هناكلها مع المجدرة ومع الكفتة. يلا بينا، تعالوا نبص بقى على الكفتة، بقية الكفتة خلاص بتتحمر معايا. تعالوا نبص على المجدرة بتاعتي، يفضل ان انا طبعا بشوكة علشان ما تتهريش معايا وتعجن معايا. انا شايفة انها خلاص يعني فاضل لها حاجة بسيطة. ايوة اوكي، يلا اديها بس تقليبة كده جميلة اهي. هغطيها برضو، بس هسيب الغطا بتاعي متوارب شوية كده. تمام، اشوف الكفتة بقى، تعالوا نشوف الكفتة بتاعتنا. اي ملاحظات ليكوا تابعونا وبعتولنا، واحنا بنعمل كل الحاجات اللي بتطلب مننا. ادي الكفتة خلاص خلصت، تعالوا نجرب كده نشوف، نحط واحدتين من اللي احنا لسه عاملينها ونشوف اللي انا بقول لكم عليه، هي هتمسك معايا ولا محتاجه انها ممكن تمسك معايا وممكن لا، لان زي ما قلت لكم محتاجه ترتاح جوه التلاجه معانا. بس هي مسكت شويه، الجو التكييف هنا عالي شويه فمسكت شويه معانا. بس كده دي اللي احنا عملناها اهي مع بعض. شيل الطبق دي كده، ممكن اعملها بقى زي ما انا عاملاها كده واشيلها في اكياس، او اصبحها واشيلها في الفريزر، وقت ما انا ابقى محتاجة انزلها. جالي حد برضو فجأة زي ما احنا متعودين نروح عاملينها برضو، مفيش مشكلة خالص. وممكن نعملها سندوتشات جنب طحينة بقى وبتاعني، يعني قال يعني هي كفتة يعني، بس والله كفتة وجميلة وصحية ومفيدة زي ما احنا شفنا الفوائد، شايفين؟ ما فكتش اهي ونزلت بتتحمر اهي معانا. طالما انا مقاديري مظبوطه، حاجتي مظبوطه، فاهمه كويس انا بعمل ايه، كل حاجه تطلع معايا مظبوطه. ساعات بتبقى في حاجات المقادير بتاعتها واحده، لكن الطريقه والتكنيك بتاعها ممكن يطلعها لي حاجه وبتكنيك تاني يطلعها لي حاجه تانيه خالص. خلاص نسيبها تتحمر معانا،
تعالوا نجيب الاطباق اللي احنا نقدم فيها ونظبط بقى ونجرنش الاطباق بتاعتنا. معانا سؤال، على فكره انا بحبه جدا، هو بيبقى عامل زي المدمس، يعني عارفين تدميس الفول بيبقى انا عايزه احط، عايزه عارفين الفول المدمس احنا بندمسه ازاي؟ انا بسلق، بنقع العدس بتاعي وبسلقه خلاص مع فص ثوم وطماطمايه وحبه كمون، زي كاني زي ما انا كنت بعمله معاكم كده بالظبط، بصفيه خلاص وباخده بقى بعمله طش الثوم كده بطماطمايه بمعلقتين صلصه، وهو ده العدس اللي بيتاكل. هو ما بقى بيضيفوا كركم وكاري وحاجات كده عليه، لكن احنا كمان عندنا بنعمله بالطريقه دي زي ما قلت لكم. هو ده العدس الهندي، وفي بقى العدس الاصفر، وفي الشوربه الصفراء، العدس كشوربه او بيبقى مطبوخ، وفي كمان على فكره كفته من العدس الاصفر. اي بقوليات من الفاصوليا، اللوبيا، اي بقوليات اقدر اعمل منها وجبه زي اللي احنا عملناها، استغلها. نخرج يا جماعه بره الصندوق ونفكر ونعمل افكار ونجدد في الاكلات بتاعتنا علشان ما يحصلش الملل بتاع الاكل بتاعنا. تمام كده، انا عايزه هنا هقدم معاكم الايه، هنا هنقدم الفته، نجيب بقى الحاجات، شايفين البصل مقرمش، اقدر احتفظ على فكره فيه في بيف برطمان زجاج يعني، واشيله عندي في رف او في الثلاجه، هيفضل مقرمش كده ما فيهوش اي مشكله خالص. تعالوا نحط ورقتين كده معانا من النعناع ده جميل، يلا بينا. ودي اللي هنحط عليها الكفته بتاعتنا، نقدم الكفته بتاعتنا. طبعا يعني بقى احنا دايما متعودين الكفته بنقدمها على خضره كده، يلا. يعني لا، في حاجات كتير في اي شربات واي تتبيلات لحوم، وكمان في اللحوم نفسها برضو ما فيش مشكله خالص. يعني انا الكرفس نقدر نستخدمه مع السلطه او مع تتبيلات الاسماك والبحريات عموما خلاص. يعني بنستخدمه مع الاسماك، اي تتبيله مع صوص مثلا، عامله سمك صياديه، عامله اي حاجه فيها دريسنج، اقدر استخدم الكرفس. كمان اساسي جدا مع الشرب، مع البصل والجزر والكرفس، لما تعمليه اساس وبيز لاي شوربه بيبقى رائع جدا. كمان الديمي جلاس اللي بنعمله بقى بالعظم وبنعمله في البيت اللي هو مش البودر يعني، بنبتدي نستخدم فيه الكرفس مع بصل وجزر. شايفين دي الكفته اللي احنا عملناها معاكم على الهوا، وما لحقناش ندخلها طبعا الثلاجه، بس انا كنت مجهزه لكم، ما فكتش وماسكه معايا وزي الفل اهي، شايفين اهي، يلا كده نشيل دي كده. تعالوا نقدمها معانا، في حبه تحمروا قوي وحبه ما تحمروش قوي، نحط واحده وواحده نلون. شايفين كده اهو، طب والله اللي احنا عملناها احلى اهو كده. انا معاكم واحده واحده اهو، يلا كده اهو، يلا كفايه. هنقول هنعيد كل اللي احنا عملناه دلوقتي، نخلص بس نغرف الاطباق بتاعتنا كده، نشيل دول كده معانا، و تعالوا نحط الكام بصلايه بتوعنا دول، يلا. الاساسي في الشوربه زي ما اتعلمناها يا جماعه، بيسالوني بيقولوا لي ليه الجزر اساسي في الشوربه او ليه مهم في الشوربه، ناس كتير ما بتحطهوش، بس هو اساسي مع الميربوا اللي هو بيتحط، احنا بنحط بوكي جرنيه اللي هي مجموعه الاعشاب، وبنحط الميربوا اللي هو البصل والجزر والكرفس، ده البيز الاساسي لاي شوربه او مرقه بنعملها، بيدي تيست تاني خالص غير اللي جربوا كده، نجرب الجديد ونجرب اللي احنا بنقوله هيعجبكم جدا. تمام، نشيل بقى الغطا ده كده ونغرف كده. تعالوا بينا، حابه احط بس حاجه تكسر برضو اللون مع الكفته بتاعتي كده، حط دي كده الطماطميه. بصوا يا جماعه العين عشان احنا زي ما احنا عارفين هي بتاكل قبل البق، فلازم نظبط الدنيا كده، يلا بينا. انا حابه احط شويه بصل هنا الاول كده،
يلا احنا عملنا ايه بقى مع بعض واحنا بنحط كده المجدره بتاعتنا؟ احنا عملنا النهارده المجدره بالعدس والبرغل، في كمان لبنان بيعملوها بالرز، بس انا ما حبيتش اعمل لكم بالرز والا هتبقى شبه شويه الكشري بتاعنا. خلاص اهي كده اهو، جربوها وقولوا لي رايكم. الاكلات الصيامي وعايزين تغيير وعايزين تجديد كده، عايزين تعملوها برز مفيش مشكلة، بس البرغل بيبقى طعمه حلو جدا برضو ومفيد زي ما احنا قلنا كده. وانزل هي بقى بصل، بصل يا جماعة، بصل اساسي، بصل اهو، شايفين سامعين صوته اهو كده. يلا كده، وعملنا الكفتة كمان بقى برضو بالعدس اللي بجبة والبرغل والبطاطس المسلوقة. هنعمل مع بعض برضو، أوعدكم هنعمل برضو أنواع من الكفت الاقتصادية وفي نفس الوقت النباتية والصيامي علشان نرضي جميع الأذواق وجميع الأطراف. البصل مش عايزة أقول لكم عايز يتاكل لوحده كده، يتقرقش لوحده كده كده بس كده. شايفين الأكلة بتاعتنا النهاردة؟ إيه رأيكم نجيب الكفتة هي اللي هنا، نجيب ده هنا كده. الأكلة بتاعتنا زي ما قلت لكم إن أنا بحب الأكلات بتاعتي تبقى تكمل وجبة مع بعضها، والطبق أو المنيو بتاعي أو السفرة بتاعتي يبقى فيها الوجبة متكاملة، البروتين والنشويات والخضروات والفيتامينات والمعادن زي ما احنا متعودين، بس غيرنا شوية في المقادير بتاعتنا، شلنا اللحمة وحطينا بروتين نباتي، شلنا البروتين الحيواني وحطينا بروتين نباتي، شلنا الرز وحطينا حاجة أفيد كمان من الرز وبتشبع وبتملى البطن معايا مع البروتين النباتي، والسلطة بتاعتنا كمان اللي هي سلطة الفتوش اللي بالعيش اللي احنا عملناه مع بعض. وهنعمل كمان زي ما وعدتكم هنعمل أصناف كتير جدا من العيش، لأن احنا دايما المشكلة اللي بتقابلنا في رمضان نكتشف نيجي نتسحر مفيش عيش، هنعمل العيش وهنعمل التجهيزات بتاعتنا زي ما احنا متعودين دايما. والكفته زي ما قلت لكم برضو اقدر ان انا اعملها واصبحها، بس مش هحمرها، واشيلها في علب او في حفظه او في اطباق فويل والفها واشيلها في الفريزر وقت ما احب ان انا استخدمها بنزلها واستخدمها. البصل كمان هيفيدك جدا في حاجات كتير واطباق كتير، اقدر ان انا احمره زي ما احنا عملنا كده، او ازود عليه تحمير شويه واسيبه بالزيت بتاعه، ده اعمله بقى لايه للرز الصياديه، او لو حاجه الكبسه كمان بحط لها بصل ببقى محتاجه ان هو يتحمر شويه يبقى جاهز عندي. كمان انا بعمله بايه؟ بعمل معاه بشر جزرايه مع البصل وبحمرهم مع بعض، ده برده بيبقى اساسي معايا في رز السمك ورز الكبسه بتاعتي، بيدي طعم وتست حلو جدا. جربوا موضوع الجزر ده على فكره في الشربات هيعجبكم قوي، هو ما بيبانش طعم جزر بس هو بيدي طبعا قيمه وبيدي طعم حلو جدا في الوصفات بتاعتنا. احنا خلصنا كده؟ طيب تمام. سعدت جدا بيكم النهارده وكنت مبسوطه معاكم، وانتظروني في حلقات جديده صيامي وفطاري ورمضان، وكل سنه وانتم طيبين. اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله، الى اللقاء.